السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد، ملخص انمي تنبورو. لو ما شاهدت الاجزاء السابقة عليك مشاهدتها قبل مشاهدة هذا المقطع، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك لتتوصلوا بكل الملخصات القادمة، بالاضافة الى انني سوف اترك لكم رابط قناة خاصة بالملخصات في الوصف. اتمنى ان تدخلوا اليها وتشتركوا في القناة وتدعموا صاحب القناة لكي يستمر في تقديم المزيد، واهم شيء صلوا على الحبيب. ويلا بينا. تبدأ الأحداث في حفل رأس السنة، وأكاغامي هو الذي سوف يتكفل بتجهيز الأطباق، وبعدها سوف يقدم الهدية التي اشتراها سرا إلى يوزوكي. بعدها انتهى من تجهيز كل شيء، وفعلا قام بتجهيز وليمة تفتح الشهية. حتى هم تفاجأوا من أن هناك دجاج، لأنه بسبب الفقر في المعبد لم يكن يستطيعون أن يأكلوا اللحم، لهذا تفاجأوا من أين أحضر أكاغامي ذلك اللحم. بعدها بدأوا في التهام تلك الوليمة، وعندما أنهوا كل شيء جاء الوقت لكي يظهر أكاغامي هديته، لكن تفاجأ أنهم سوف يقومون بتبادل الهدايا، يعني كل شخص سوف يضع هدية وسوف يسحبون الحبال ليروا كل شخص وحظه والهدية التي سوف يأخذها. وأكاغامي تفاجأ لأن هذا أول حفل عيد ميلاد يحضره، لهذا لم يكن يعرف هذا الأمر. هو كان يخطط أن يقدم لكل واحد منهم هدية خاصة بها، لكن الآن كل شيء تغير وبدأوا يقومون بوضع الهدايا. لكن ميا قامت بربط نفسها، يعني هي سوف تقدم نفسها كهدية، ليقولوا أن هنا في اليابان لا يمكنهم تقديم أنفسهم كهدية. لكن وجدوا أن أكاغامي أيضا ربط نفسه ليسألوه لماذا فعل ذلك، ليقول لهم أنه فكر في أن يقدم عضو من أعضائه لكل شخص، لتقول لهم تسوكيو أن يقوموا برسم هدية بسيطة، مثلا أن يكتبوا قسيمة عليها أن أكاغامي سوف يفعل أي شيء يطلب منه ليوم واحد، وتلك قسيمة صالحة لمدة سنة. وبالفعل انتهوا من وضع الهدايا، وكل شخص أمسك بحبله وسحبه لكي يروا الهدايا التي سوف يحصلون عليها. والبنت الصغيرة حصلت على كيس، وتسوكيو حصلت على دمية كوكيشي وهي هدية من يوزوكي، لكن طلعت دمية كوكيشي من نوع آخر. بعدها يوزوكي وجدت أن هديتها هي عبارة عن رسم تخطيطي للمعبد فيه كل الطرق والمخابئ، لتجد أنها هدية البنت الصغرى التي كانت تتمنى لو حصل عليها أكاغامي. لهذا قرروا أنهم سوف يقومون باجتماع عائلي معها مستقبلا. بعدها أكاغامي وميا سحبوا هدية التي قدموها، لهذا كاغورا طلبت من أكاغامي أن يتبادلوا. هدية كاغورا هي قرص فيها الكثير من الصور الخاصة بميا، وهو أعطاها تلك القسيمة، لكن طلعت مجرد متحة. هدية كاغورا الحقيقية هي التذاكر لحمامات عائلية، وهي أحضرت التذكرة للجميع، لهذا سوف يذهبون بعد نهاية الحفل. لكن كاغورا لديها مخطط خفي وراء هذه الرحلة، وفيه تريد أن تطيح بأكاغامي وتطرده من المعبد. بعدها يوزوكي وأكاغامي قدموا الهبات لتلك الأصنام التي يعبدونها. بعدها هي قالت أن هذا اليوم كان ممتع على غير العادة، ليرد عليها هو أظن أن كل أعياد الميلاد كانت ممتعة بالنسبة لكم، لتقول له أنه ليس كذلك لأن والدهم تركها وأمها ذهبت إلى المعبد الرئيسي، لهذا هم لم يكونوا يبتسمون كثيرا. لكن كل شيء تغير منذ أن جاء هو، أصبحوا يبتسمون في المعبد وكل يوم يكون ممتع، لهذا هي شكرتها وقالت له أنها ممتنة كثيرا له. وهو قال أن هذه هي الفرصة الذهبية له لكي يقدم لها الهدية، وهي أيضا قدمت له هدية التي اشترتها خصيصا له، وتفاجأوا أنهم كانوا يفكرون في نفس الأمر، لهذا تبادلوا الهدايا. ولما فتحوا الهدايا وجدوا أنهم اشتروا تقريبا نفس الشيء، أو اشتروا نفس الشيء لأنهم اشتروا لبعضهم مسبحات، وهي أيضا اشترت له مسبحة، وتبادلوا المسبحات وارتدوها، ليتذكروا أن ماري قالت لهم أن الزوجان يتبادلان مسبحات صلاة بدل خواتيم في حفلات الزفاف البوذية. هذا يعني أنهم قاموا بخطوبة غير رسمية، لكن ذلك الجو قطعتها الراهبة الكبرى التي قالت لهم أن هناك مشكلة تخص مراسم التقدير الخاصة بيوزوكي. في الأول يوزوكي ظنت أنه بسبب عدم كفاءتها، لكن كيكي قالت لها أن الاحتفال يكون في المعبد الذي يتدرب فيه المرشح، وذلك يعني أن الحفل سوف يكون في القاعة الرئيسية لهذا المعبد، وسوف يحضر عدد كبير من الطائفة للمراسيم أيضا، وسوف يتم تفتيش المعبد الذي سوف تقام فيه المراسم، ويتم أحيانا إلغاء الحفل بشكل كلي حسب نتائج التفتيش. والمشكلة أنه التمثال الرئيسي في المعبد مكسور ويتم جمعه بالشريط اللاصق فقط، ولو جاءوا وقاموا بالتفتيش ولاحظوا ذلك سوف يتم إلغاء الحفل
وإقفال المعبد بشكل نهائي ومباشرة، وهذا أرعبهم. لكن المشكلة أنهم لا يمكنهم تحمل مصاريف إصلاح تمثال المعبد الرئيسي، لكن كيكي قالت لهم أنهم سوف يجدون الحل، ليس عليهم أن يقلقوا. بعدها ذهبوا للحمام، لكن كان هناك شيء غريب في ذلك الحمام، شيء سوف نكتشفه من بعد. البنات ذهبوا إلى المكان الخاص بهم لكي يغيروا ثيابهم ويدخلون إلى الينبوع الساخن، وهو أيضا ذهب إلى المكان الذي يجب عليه أن يدخل إليه، لكن جاء أحد الموظفين وأعطاه مشروب الاستقبال، لكن في الأصل كان مشروب يفقدها التحكم بنفسه. بعدها بدأوا يستعدون ويجهزون نفسهم وبدأوا في مزاح ثقيل لا يمكنني أن أظهره لكم أبدا، ودخلوا بعدها للينبوع الساخن. ولما انتهوا ذهبوا لكي يستحموا، وكاغورا تأخرت قليلا لتقول لهم ميا. أن كاغورا دائما تتأخر في مثل هذه الأماكن، بالإضافة إلى أنهم أصدقاء منذ الابتدائي، وجاءت معها إلى اليابان بالرغم من أنها لا تتحدث كثيرا عن نفسها، وميا أيضا لا تعرف الكثير عن كاغورا، لكن كل ما تعرفه هو أنها لن تخونها أبدا، فهم أفضل الصديقات. في تلك الأثناء كان أكاغامي مختبئ لكي لا يراه، ويريد أن يتسلل ويخرج من المكان قبل أن يلاحظوه، لكن كاغورا لاحظت وجوده ولم تقل أي شيء، تصرفت بشكل عادي جدا، أظن أنها تحاول أن تستدرج أكاغامي، وهو ظن أنها ملاك ولا تريد أن تحرجه، وبدأ يتسلل لكي يخرج. وكاغورا قالت للبنات ماذا كنتم لتفعلن إن كان أكاغامي يختلس النظر إلينا؟ البعض قال أنه أيضا سوف يختلس النظر، لكن الأغلبية قالوا أنهم سوف يغضبون لذلك. لتقول لهم أنهم بالرغم من أن ذلك ليس جريمة، لكن ذلك يعني أنه يمتلك شخصية غير جديرة بالثقة، وسوف يكون عليهم طرده في الحال، وهو سمع كل شيء. لكن يوزوكي وتسوكي ومية دافعوا عنه وقالوا لو فعلها سوف يكون هناك سبب وراء ذلك. لتقول لهم كاغورا أنتم جميعا لديكم مشاعر مميزة تجاه أكاغامي. لتقول لها يوزوكي أن كلامها صحيح، فهم مروا بالكثير من الأشياء معا، وأكاغامي قال أنه يريد أن يظهر نفسه ويشرح لهم الأمر، لكن بمجرد أن وقف كاغورا ضربته باستخدام الصابون لتسقط المنشفة والأخلاق والكرامة، وسقط كل شيء على الأرض. لهذا هم قرروا أن يعاقبوه، لكن كيكي قالت لهم أنه كان يريد أن يعتذر ويصحح خطأه، وبالفعل هم تقبلوا ذلك، لكن لن يستطيعوا أن ينسوا ما رأوه أبدا. وكاغورا صدمت، كانت تريد أن تراه مطرود، لكن يبدو أنهم يحبونه أكثر مما توقعت، وهم قرروا أنهم سوف يعودون للمعبد. لكن تسوكي وكاغورا قرروا أنهم سوف يبقون قليلا لكي يسبحوا، حتى أكاغامي قرر أن يعود للحمام حتى تهدأ تلك العضلة، لكن تفاجأ حتى وجد كاغورا معه في نفس الحمام. وليس هذا فقط، بل وتحاول أن تغويه وتساعده لكي يتخلص من التوتر، وهو يحاول بكل الطرق لكي يبتعد عنها وهي تلحق به، وفي الأخير وجد الحل الوحيد والأخير، وهو تدمير مسبب المشاكل، ولكن نفسه لتقول هي أن حاولت بكل الطرق لتجعله يستسلم لرغباته. فقد حجزت النزول بأكمله وخططت لذلك المقلب في الينبوع الساخن، وقامت بإعطائه منشط في المشروب الترحيب ذلك، ليفهم هو أن ذلك هو سبب ما يحدث لها الآن، ولم تنجح كل محاولاتها لإغوائه. ليقول لها لماذا تفعلين ذلك؟ لترد عليه أنها تريد أن تبيد الحشرة فقط، وطلبت منه أن يغادر معبد ميكازوكي لأنه يعترض طريق تحقيق خطتها، ولم يفهم ما هي خطتها. لتقول له سبب مجيئها إلى اليابان خطتها هي تدريب ملك الشهوانية، وحسب خطتها وأثناء العيش في اليابان سوف يجعلون مية تعود إلى أصلها وأصل عائلتها، لأنها الوريثة الشرعية لعائلة كريستوف. لكن وبشكل مفاجئ جاءت ميا ووجدتهم في ذلك الموقف الصادم، لكن كاغورا قامت بتنويمها مغناطيسيا، وكذلك قامت بتنويم أكاغامي. وعندما استيقظ وجد نفسه مربوط في كرسي، قالت له أنه أول شيء تعلمته هو الابتسام، وهي من عائلة بولدوين، هي المرتبطة بشكل مباشر بعائلة كريستوف، هم يعملون من أجل عائلة كريستوف التي هي تحت الأضواء، لهذا هي لا تستطيع أن تخون ميا لأنه هي ولدت ضمن عائلة بولدين، فسوف تكون مجرد كلبة مطيعة لعائلة كريستوف. ليقول لها هو وما رأيك باقتراحي؟ فالأمر لم يتأخر بعد، يمكنها مساعدة صديقتها ميا على التخلص من قيود عائلتها. لتقول له هي
عرفت أنك شخص مثير للاهتمام وسألته لماذا هو يعمل في المعبد ميكاتوكي. ليرد عليها لأنه يدين لهم بالمال لتسأله وماذا سوف يفعل بعد أن يسدد دينه، لكن هو لم يفكر في الأمر بعد. لتقول له هي هل سوف تغادر إلى مكان ما أم سوف تكمل حياتك كراهب أم سوف تغادر المعبد وتحصل على عمل آخر. ليسأل هو نفسه لماذا ذهب إلى معبد ميكازوكي من الأساس، هل لهزيمة رغباته التي جعلت عائلة أكاغامي تعاني لوقت طويل، هل هذا هو السبب الحقيقي، هل لهذا هو هرب من منزله. لتقول له هي إذن أنت هربت وهي أيضا، أنتما مجرد هاربين، بينما يوزوكي تقع في الجهة الأخرى لأنها تواجه عائلتها مباشرة. بعدها هي عرضت عليه أن يعقدوا صفقة، هي سوف تدفع كل الديون التي لديه حتى أنها سوف تصلح التمثال الرئيسي في المعبد، يعني وبصفة أخرى يمكنه إنقاذ المعبد واختبار يوزوكي إذا غادر هو المعبد. لتنتهي الحلقة الثامنة من الأنمي، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، لا تنسوا دعمنا وملتقانا في المقطع.